استضاف مهرجان الجناوة في صويرة بالمغرب النجمة والمغنية المالية أم سنجاري. لقد بدأت مسيرتي الفنية مبكراً جداً. أنا من عائلة فنية، والدتي كانت مغنية وجدتي كذلك كانت نجمة في مالي. أم سنجاري تناضل أيضاً من أجل حقوق المرأة المالية. أنا من منطقة الموسيقى بها متواجدة وبقوة، الكثير من النساء في منطقتي يعشقن الفن. عموماً النساء عندنا ليس لديهن الحق في إبداء رأيهن، والغناء هو الفرصة الوحيدة التي يعبرن فيها عن أرائهن. عن طريق الغناء المرأة عندنا تعبر عن رغبتها وبه تغير مجتمعها. الفنان المغربي مصطفى باقبو شارك هو الآخر الفنانة المالية الغناء على خشبة المسرح. وفي المهرجان أيضاً تم تقديم عروض مختلفة لمجموعة فانتازيا التي عكست عادات وتقاليد المغرب. الله يجعلوا بالخير، قناوة والخيل راهما شي حاجة كتعرفوا بنا، وراء قناوة والخيل تراث ديال البلاد ديال المغرب الحمد لله ديالنا. هذه راه واحدة من التراثات، تراث راحنا مستحفظين عليها. الخيول تتقدم ساحة العرض بسرعة كبيرة، ثم يتم إطلاق العيارات النارية في الهواء الطلق. ما هو الفرق بين الجواد العربي والبربري؟ الجواد العربي الأصيل يختلف عن الجواد البربري. الجواد العربي سريع جدا في المسافات الطويلة، على عكس الجواد البربري الذي هو أقل سرعة من الأول. كور ديستانس، مي لو شوفال العربي يكور دو لونغ ديستانس.